الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد 19 لهذا اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، 220 عينة تم فحصها، 4 إصابات جديدة سجلت، 2 في الشارقة الأوسط و2 في لوغون الشرقي وكلهم مخالطين لحالات سابقة، حالتان تماثلتا للشفاء، يرتفع العدد الكلي إلى 1117، 0 حالة وفاة، يبقى عدد الوفيات 92، 99 حالة مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ تاريخ 19 مارس 2020 1308 في 17 إقليما. تدعو الماسقية الوطنية للاستجابة الصحية المواطنين إلى الهدوء والتضامن واليقظة واحترام القرارات والإرشادات وبالأخص التباعد المكاني، وفي حال ملاحظة أعراض مثل الحمى، الكحة، العطس وصعوبة في التنفس اتصلوا مجانا على الرقم 13 13، المنسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور شوا أوشمي.